السلام عليكم، أنا محمد من قناة إي بوي، وهذه فقرة جديدة بنضيفها في القناة بنختار فيها 10 ألعاب لازم تلعبها على جهاز معين. وبنبدأ هذه الفقرة مع بلايستيشن 3. الترتيب في هذه القائمة بيكون عشوائي، واختيار الألعاب كان بشكل عام وبدون الالتزام باختيار الحصريات فقط. ممكن نخصص فيديو للحصريات إذا ودكم. والآن مع توضيح هذه النقاط بلنبدأ. نبدأ قائمتنا مع لعبة Assassin's Creed Revelation، واعتقد اي شخص متابع للقناة من فترة يعرف اني مهتم جدا بسلسلة Assassin's Creed، وعلى الاقل في جزء واحد بيكون موجود من اللعبة. هذا الجزء هو تكملة لقصة Ezio Auditore، وتعتبر في مرحلة متقدمة من عمره. الجزء هذا بالترتيب الرقمي يعتبر الرابع، وفي ترتيب قصة Ezio يعتبر الثالث. مع ذلك لو انك ما لعبت الاجزاء السابقة بتفهم قصة هذا الجزء، او القصة العامة خلنا نقول، لان في بعض القصص الفرعية الى جانب بعض قصص الاجزاء السابقة اللي ممكن ما تفهمها واللي مرتبطة بهذا الجزء. اختياري لهذا الجزء على كل الاجزاء الاخرى كان بسبب ان هذا الجزء على وجه الخصوص متكامل من جميع النواحي، سواء تكلمنا عن قصة او جيم بلاي او موسيقى او اي شيء اخر. الاختيار بينه وبين Assassin's Creed 2 كان صعب شوي، بس عندي ثقة انه افضل وبمراحل من Assassin's Creed 3، واللي يعتبرون بعض الناس افضل جزء في تاريخ السلسلة، ما ادري ليش، واشوفه فعليا افضل بسبب البيئات وايضا بسبب الشخصية الرئيسية. ما في وجه مقارنة ما بين Ezio وكونا. يمكن لو كان الموضوع Ezio خلنا نقول الشخصية الرئيسية كانت هيثم كنت بقولك ممكن، بس كونر شخصيته مملة. عندنا ايضا لعبة مترو لاست لايت، واللي تعتبر الجزء الثاني لسلسلة مترو، اللي تتكلم عن روسيا المدمرة بعد الحرب النووية. في هذه اللعبة اجبر البشر على العيش في انفاق المترو او القطارات بسبب ان الجو في الخارج أصبح ملوث بالإشعاعات النووية. مترو هي لعبة First Person Shooter وفيها نهايتين مختلفتين على حسب اختياراتك وأفعالك في اللعبة. الجو العام في Last Light يحطك في ضغط نفسي أكثر من أنه رعب. رسوميا اللعبة كانت ممتازة وما زالت إلى الآن بمستوى جيد، وقصة اللعبة والتمثيل الصوتي والكتابة كلها أشياء متقنة في اللعبة، والشي خليها تستاهل التجربة. واحدة من الاختيارات البديهية لأفضل ألعاب بلايستيشن 3 هي لعبة Uncharted 2. الجزء الثاني من Uncharted أصلح كافة الأخطاء اللي كانت موجودة في الأول، إلى جانب المحافظة على جوهر اللعبة والأشياء اللي كانت تميزها، واللي هي الفكاهة الشديدة والنكت والفصلات اللي يقولها نيثن دريك، واللي ما تحسها مبتذلة وتحسها بايخة وتخليك منشد للعبة بشكل دائم. حتى الحوارات الجانبية كانت ممتعة جدا. الشيء هذا مو معناه أن الجزء الأول كان سيء، لكن هذا الجزء كان أفضل في كل شيء، بالذات أنه يعتبر التجربة السينمائية الثانية لنوتي دوك، فالخبرة صارت أعلى. جزء Uncharted 3 كان جيد، بس ما زال الثاني هو الأفضل في تاريخ السلسلة بالنسبة لي. Dishonored واحدة من الألعاب اللي غيرت مفهوم التجسس بشكل كبير. ألعاب مثل Assassin's Creed أو Metal Gear ما كنت ألعبها علشان التجسس أو الجيم بلاي كثر ما أني ألعبها عشان قصتها، بس Dishonored كانت في مستوى مختلف تماما. اللعبة تعطيك عدد ضخم جدا من القدرات اللي تقدر تستخدمها وتدمجها وتطلع أسلوبك الخاص في التجسس والتخفي. قصة اللعبة لك شوي عليها، بس كل شيء آخر في هذا اللعبة كان متقن، سواء تكلمنا عن جيم بلاي أو موسيقى أو العالم أو أسلوب الرسم أو أي شيء آخر. وبالذات على فكرة العالم اللي كان غريب جدا، يعني اللعبة كنت تحسها ستيم بانك، بس هي في الواقع عبارة عن ميكس لعوالم خيالية مختلفة. يعني الكهرباء مثلا كانت موجودة في العالم، مع ان شكل العالم ستيم بانك، ولبس الشخصيات تحسه من الستينيات ثلاثينيات، ما أدري، دمج غريب جدا. سلاسة اللعبة والقدرة على القيام بأي خطة في بالك بدون أي قيود تعتبر العنصر الرئيسي اللي يخلي هذه اللعبة لعبة ممتازة جدا. Dragon's Dogma، شو أقول وشو أخلي عن هذه اللعبة؟ يكفيك بأن هذه اللعبة تم تطويرها من قبل نفس الشخص اللي اشتغل على ألعاب مثل Devil May Cry 3 اللي اعتبرها أفضل لعبة Devil May Cry. Dragon's Dogma قدمت أفكار جنونية وما زالت تعتبر أفضل من عدد كبير من ألعاب الأكشن أر بي جي اللي تنزل الحين. اللعبة فيها 9 كلاسات مختلفة، وكل واحد من هذه الكلاسات له مهارات المختلفة اللي تميزه عن الآخر، وأيضا أسلحته ودروعه الخاصة. نظام القتال أخذ من عدد مختلف من الألعاب، فتخيل أن اللعبة كانت لعبة اكشن ار بي جي وفي نفس الوقت تعطيك عناصر مثل انك تقدر تتسلق الاعداء نفس لعبه شادو اوف ذا كلوسس. واحده من الاشياء الرهيبه مثلا انك تقدر تاخذ لك شخصيات فرعيه اسمها بونز، واللي هم مساعدين يعاونونك في مهامك وتجوارك في العالم. القصه في اللعبه تعتبر سيئه، بس هذا الشيء ما منعني من اعاده اللعبه وانهائها مرتين على قد ما اللعبه ضخمه جدا. عيب اللعبه الوحيد كان في عناصر التنقل، بس غير هذا اشوف ان اللعبه متكامله من جميع النواحي، وامنيتي ان كابكوم تسوي جزء جديد من اللعبه. لعبه مثل
جير 4 كانت رابع لعبة ألعبها على الجهاز، واذكر اني اشتريتها في يوم الإطلاق وقضيت ساعة علشان اشبك في الكونامي اي دي. الله ياخذهم من يومهم كانوا معقدين. لعبة مثل جير 4 ما بقول انها الافضل في تاريخ السلسلة، ولا اشوفها تتعدى جمال الاول او الثالث والاشياء اللي قدمتها هذه الاجزاء، بس الجو اللي حطتنا فيه مثل جير 4 كان جو مختلف تماما عن الاجزاء السابقة. كيف ان سنيك ولأول مرة بعد ما قضينا وياه سنوات ونحن نشوفه البطل المغوار اللي حتى النينجا ما يقدر عليه، في هذا الجزء شفنا مدمر نفسيا وصحيا، وشفنا تطور هذا الشيء في القصة. في بعض التحفظات على هذا الجزء، بس هذا ما يمنعني اني اقول بان متل جير 4 كانت من افضل التجارب القصصية لي في تاريخ الالعاب. ايضا اللعبة كان فيها مود اونلاين متقن. في فترة نزول اللعبة ما كان في اصلا لعبة مثل الناس تقدر تلعبها اونلاين، كل الالعاب تقريبا كان فيها لاج. متل جير 4 كانت مختلفة تماما، والسبب هو ان فريق كامل من كونامي كان شغال على لعبة مستقلة باسم متل جير اونلاين، تم ادراجها هو بشكل مجاني في متل جير 4. وما اذكر كم عدد الساعات اللي قضيتها وانا العب بس متل جير اونلاين من كثر المتعة اللي قدمتها هذه اللعبة. ممكن اخصص لها فيديو مستقل اتكلم فيه بشكل مفصل عن اللعبة اذا ودك. اعتقد اسم The Elder Scrolls يعتبر اقل شهرة بكثير لو قارناه باسم سكايرم، واللي تعتبر الجزء الخامس من سلسلة The Elder Scrolls. سكايرم قدمت شيء مختلف تماما عن العاب الار بي جي الاخرى، لعبة تحطك في عالم ضخم جدا وتقولك تقدر تمشي في القصة الرئيسية او ممكن تكتشف العالم الضخم هذا وتعيش مغامرات وقصص مختلفة وانت تتجول في هذا العالم. في بعض الوحوش اللي ممكن تكتشفها في هذا العالم وممكن انا ما اعرف عنها اي شيء او ما عمري شفتها، ممكن امر باحداث وقصص معينة انت اول مرة تسمع فيها. الحرية اللي قدمتها لعبة سكارم هي الشيء اللي دفعتها الى الامام. القصة كانت عادية، تقديمها كان عادي جدا، الكومبات سيستم سيء الا لو استخدمت السحر او التعويذات، بس مع ذلك ما زالت لعبة سكارم من افضل 5 العاب لعبتها، مو فقط على بلايستيشن 3 بل في الجيل كله. احد الاختيارات الاخرى المنطقية جدا في هذا القائمة هي لعبة نوتي دوغ الاخرى The Last of Us، اللعبة اللي تبدأ بشكل عادي جدا وفجأة تتسارع الاحداث بشكل مو طبيعي وتاخذ لك اول كف على السريع. العلاقة بين الشخصيتين الرئيسيتين علاقة جميلة جدا، وتطور الاحداث والكتابة والسيناريو كلها كانت اشياء مبهرة جدا، وشوفها نقلت صناعة الالعاب لمرحلة اخرى مختلفة تماما، والشي شفنا تأثيره في العاب مثل God of War. لعل عالم القصة والزومبي والاشياء هذه كلها اشياء مكررة، بس كتابة القصة واحداثها وعمق الشخصيات هي اللي حولت The Last of Us الى تجربة استثنائية. لعبة بايوشوك انفينيت واحدة من الالعاب اللي تشتريها وانت مو مقتنع فيها، ولكن بعد ما تشغلها تكتشف انك خلصتها في جلسة واحدة بس، وهذا كان فعليا الشيء اللي سويته في سنة 2013. اللعبة هذه هي المفهوم الحرفي للعبة متكاملة. الجيم بلاي في اللعبة كان سريع جدا، كان في عدد مختلف من القدرات اللي تضيف بعد اخر ممتع جدا للعبة. القصة تضيعك حرفيا، احتجت اني اقرا مقالة واشوف شرح للقصة علشان اقدر افهمها، ويا ساتر على عمق القصة والكتابة، شيء خرافي جدا. بوكر الشخصية الرئيسية في اللعبة مع انك ما تشوف شكله على طول اللعبة بس ترتبط فيه بشكل ما تتخيله بسبب الهدف اللي يسعى له، مع ان بوكر ما يذكر السبب اللي يدفع لهذا الهدف، بس مع الوقت تبدأ توضح الامور والاسباب اللي تدفع لهذا الشيء. علاقة الشخصيات معقدة جدا، والشخصيات وبنائها من افضل ما يمكن، بالذات مع التمثيل الصوتي الجميل جدا من جانب كل الشخصيات. وانا ما اتكلم بس عن شخصيات بوكر واليزابيث، بل كل الشخصيات الموجودة في اللعبة. صدقني مو مهم ابدا الجهاز اللي تختاره عشان تلعب لعبة بايوشوك انفينيت، ولا تحتاج تلعب اي جزء اخر من السلسلة علشان تفهم احداث بايوشوك انفينيت. لذا ارجوك اسدي لنفسك معروفا وخذ اللعبة. ومستحيل اتكلم عن افضل العاب بلايستيشن 3 بدون ما اتكلم عن لعبة Red Dead Redemption اللي حرفيا كنت مشترينها وانا ما عندي اي فكرة عنها، ومجرد ما بديت العب اللعبة ارتبطت بالشخصية الرئيسية بشكل كبير جدا ومباشرة. تمثيل الشخصية كان متقن جدا، مع ان الممثل ما كان شخص معروف، ومو بس الشخصية الرئيسية حتى الشخصيات الفرعية كانت رهيبة. القصص الفرعية والشخصيات اللي بتقابلها في عالم اللعبة لها بصمة وبتتذكرها حتى بعد ما تخلص اللعبة بسنوات، وبعض القصص الفرعية بيكون لها تأثير عليك. كتابة القصة كانت جميلة جدا، والنهاية ما كانت متوقعة ابدا. Red Dead Redemption كانت بالنسبة لي تجسيد للعبة العالم المفتوح الحقيقية، لانها كانت مغامرة اكثر من انها مجرد لعبة في عالم ضخم جدا مع الكثير من المهام الفرعية العشوائية لزيادة عمر اللعبة. وبعد ما انتهينا من افضل 10 العاب، هذه قائمة بألعاب تستحق الذكر. لا
الآن ودي أسمع رأيك في التعليقات عن أفضل 10 ألعاب لعبتها على بلايستيشن 3، فلا تنسى تكتب لنا رأيك في التعليقات. ويعطيكم العافية، نراكم على خير في فيديو ثاني. في أمان الله.